مؤتمر الشعبي العام الدكتور أبو بكر القربية خطابي الرئيس المستقيل والسيد عبد الملك الحوثي فيهما لغة تصالحية مع لغة تهديد واستفزاز وعلى العقلاء البناء على, البناء على لغة التصالح لوقف التصعيد والتمسك بالحوار للحل وأشار القربي في تغريدات على تويتر أن التفجيرات الانتحارية مدانة بكل أشكالها كما أن استهدافها للمصلين في المساجد جريمة تجعل كل يمني يشعر بالعار كونها فاقدة لقيم الدين وأعراف اليمنيين ولفت الدكتور القربي أن الجيش والأمن يمثلان الوحدة الوطنية ومسؤوليتهما حماية المواطن والوطن داعيا القوى كافة إلى عدم جر الجيش والأمن إلى صراعات الأحزاب وتوظيف قدراتها في صراع عبثي